حول ظواهر هذا الأسبوع وبعض الأخبار الهامة جدا. يسعدنا النهاردة نلتقي بالكبيرين أستاذ جمال نور الدين. مساء الأنوار. مساء الأنوار ومساء الفل على كل المشاهدين. يا أهلا وسهلا أستاذ شريف عبد القادر. مساء الأنوار. مساء الأنوار عليك وعلى مشاهدي أون تايم وعلى مشاهدي مساء أون تايم، وسعيد بوجودي مع حضرتك ومع الأستاذ جمال. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا. طيب نخش في الموضوع على طول. خش في الموضوع. وفي الاخر هنتناول بقى اخبار الزمالك ايه واللجنه وما اللجنه، بس خلينا اول نخش في اول مباراه عندنا النهارده، وهي طبعا مباراه الزمالك وطلائع الجيش. طبعا الزمالك النهارده يا استاذ جمال حقق فوز صعب جدا، وجاء ربما في الدقيقه 91، يعني في الوقت القاتل من المباراه. من وجهه نظرك ليه تاخر فوز الزمالك النهارده؟ طيب الزمالك احنا كلنا عارفين ان هو بيلعب في ظروف استثنائيه، في عدم استقرار. ما هو عدم الاستقرار الاداري بينعكس بالسلب او بالسلب على الفريق. يعني هل هم بيشعروا بهذا؟ طبعا، يعني دايما اللاعب معروف اذا كان له مرتب اذا كان كذا كذا وخلاص، ملوش دخل بقى مين رئيس النادي مين كذا مين كذا. لا، ما هو قوي يعني. ما هو عدم الاستقرار ده الاداري يعني بينتج عنه عدم استقرار مالي. اوكي، فالفرقه عايزه فلوس. هو في شيكات اتصرفت بس شيكات مؤجله. في الفريق مش عارف هو الناس دي قاعده ولا الناس دي ماشيه. ده برضه بيأثر على نفسيه اللاعبين. انا شايف النهارده المكسب الوحيد للزمالك ده بغض النظر عن النتيجه طبعا اللي كانت مهمه، وانا بقول ان دي نتيجه من اهم النتائج اللي حصلت في 5 6 ماتشات اللي فاتت. صحيح توقيتها. لكن انا شايف ان الايجابيه في الماتش ده هو ظهور الناشئين ومنحهم الثقه، زي اسامه فيصل، زي سيف فاروق جعفر، وفي كمان واحد منضم لهم بس ما لعبش النهارده، حسام عبد المجيد. ده خط الظهر. فظهور جيل جديد للفريق ولاد النادي هيخلينا نشتري دماغنا من حكاية التجديد الأساسي واللي مش عارف ايه. لا، انا مع مشاركة الناشئين دول، مع منحهم الثقة. النهاردة أسامة فيصل عمل شغل حلو قوي في العشر دقايق اللي نزلوا، وجاب جول جدا. هو ده اللي عدى بالمباراة. صحيح. فانا يعني لو قلنا ان هذه المباراة مباراة استثنائية فهي استثنائية من كل شيء. اولا انا بعتبر الزمالك رجالة بالفعل، فريق الزمالك لاعبين بجهاز فني هم رجاله، ان هم تحدوا الظروف وتحدوا المشاكل كلها اللي بتحاط بالفريق او بمجلس الاداره او بالنادي، وعدوا بالمباراه النهارده. مباراه اعتبرها استثنائيه والنتيجه بتاعتها عادله للزمالك. اوكي، طيب هل تاثر استاذ شريف الزمالك النهارده بغياب اوباما وشيكابالا؟ الى حد ما غياب شيكابالا. اوباما الفترة الأخيرة بعيد جدا، وأكثر من محلل فني كان طلبه إن هو إراحته، لكن شيكابالا كعنصر يبتدي من المباراة أو ينزل كبديل، لا تأثر الزمالك. وده بان جدا إن ال 25 دقيقة الأولى من المباراة كانت لطلائع الجيش. صحيح. وده اللي أخر الزمالك. يعني طلائع الجيش كان عنده فرصة كبيرة جدا إن هو يجيب هدف واثنين في بداية المباراة، وده اللي اخر الزمالك في العوده في النتيجه. حتى لما جات له فرص في الشوط الاولاني ما قدرش، سواء الجزيري او الفرصه المؤكده بتاعه عبد الشافي ما قدروش يحققوا منها التعادل. ده اخر تعادل الزمالك وتحقيق الفوز الى نهايه المباراه. شيكابالا وجوده مؤثر طبعا، وغيابه مؤثر. لكن اوباما يعني حتى الهدف اللي جابه المباراه اللي فاتت، لا اوباما بعيد. اوباما حتى في مباراه القمه قدام الاهلي كان بعيد تماما، وكان احد التغييرات، يعني تغييرات كارتيرون غيره، لا بعيد، وكان اكتر من محلل فني يعني طلبه يقعد شويه ويركز شويه. بالظبط كده. سيف الجزيري يستحق فرصه حقيقيه في الزمالك؟ سيف الجزيري يستحق فرصه حقيقيه للزمالك، وهو مكسب للزمالك. واتمنى ان المسؤولين سواء اللجنه اللي موجوده او اللجنه اللي هتيجي في خلال الساعات القادمه ان هي تنظر لسيف الجزيري، مع ان انا متاكد ان هناك ازمه ماليه طاحنه مش هيقدروا يخلصوا، ولكن سيف الجزيري عنصر مش هيقدروا يخلصوا. سيف الجزيري في وجود الازمه الماليه ما اظنش حاليا في الوقت الحالي، ولكن ممكن يكون في اتفاق ما بينهم ما بين المقاولين على نظام معين.
وده هيحصل في الفتره اللي جايه ان شاء الله بعد الاستقرار. بعد الاستقرار لكن سيف الجزيري مهم جدا جدا للفريق. طيب يكفي اللمسه، يكفي اللمسه بتاعت الهدف النهارده تعكس، ده هو لعيب دولي يا جمال، تعكس كمان ده لعيب دولي المهارة. هو بقى لعيب دولي لما راح الزمالك. بقى لعيب دولي لما راح. ايوه مظبوط مظبوط، انا متفق معاك، بس في النهايه هو لاعب دولي وعنده الامكانيات. وعنده الامكانيات مفيش كلام. هل النهارده طلع جيش استحق الهزيمه؟ ما اقدرش اقول كده، ولكن يعني عارف حضرتك لما يعني تدافع قدام الاهلي والزمالك بالتاكيد هتخطأ، وزي ما شفنا الهدفين من خطأين دفاعيين، سواء في الهدف الاولاني المراوغة سيف الجزيري لخالد سطوحي، او في تمركز في الكره الثابته اللي لعبها زيزو واسامه فيصل احرز من الهدف. فاكيد هتخطا، فالدفاع خاصه وانت كان عندك فرصه ان انت تستغل الاندفاع الهجومي للزمالك في ان انت تحقق هجمات مرتده. بس راحوا ثلاث اربع مرات بهجمات بس يعني الفعاليه على المرمى ما كانتش موجوده. العرضيات وكان فيك اكتر من كوره، خاصه الشوط الاولاني كان ممكن يخلص بواحد بهدف واثنين الجيش. لكن الزمالك ما تقدرش تدافع قدامه 90 دقيقه وما تغلطش. هتغلط. والاهلي نفس الشيء، فده متوقع، ونفس الشيء ده حصل قدام الاهلي وقدام الزمالك في الدور الاول برضو نفس الشيء اللي طلع الجيش. لكن لازم يعني ما ينفعش تلعب جيم مفتوح قوي، وما ينفعش تدافع قوي. فده ارتكال الجيش للدفاع بشكل مستميت في نهايه المباراه ادى للخساره. لكن هم عملوا جيم كويس جدا، جداً. والفريق فيه عناصر مهمه جدا، كابتن حميد الفسيوني اعاد الفريق يعني، ومن انتشلوا من نقطه واحده ل 27 بونت، يعني استلموا بنقطه واحده بالظبط ل 27 بونت. لا كابتن حميد عمل شغل كبير جدا 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 يعني معاه. صحيح، انا بس عايز اصحح حاجه بالنسبه للجزيري، هو راح منتخب تونس وهو في المقاولين العرب، هو في المقاولين. بالظبط. مش من زمان بالظبط كده. طيب نروح للانتصار القاتل، ابدا مع حضرتك، للنادي المصري النهارده. بداية خمس مباريات لا يحقق فيها الاتحاد السكندري انتصار، برغم انه ما شاء الله دي الستة، ودي ستة، وكان ماشي ما شاء الله يعني حاجة، وما زال هو موقعه ممتاز طبعا، يعني ما زال هو في المركز الثامن، سيبك من الثامن عنده 31 نقطة يعني يعني بينه وما بين المركز الخامس نقطتين، لكن هو كان ماشي قطر. ايه اللي حصل؟ الاتحاد اولا النهارده يعني لازم نلتمس له العذر، في غيابات كتيره وغيابات مؤثره جدا، اهمهم طبعا رزاق سيسي اخطر لعيب في الفريق. على العكس من مصر، في حاله ثبات في المستوى، ثبات في التشكيل، ثبات حتى في التغييرات، عنده اكتر من عنصر مهم جدا خاصه في الشق الهجومي، احمد رفعت عامل موسم ولا اروع مع المصري، كابتن علي ماهر عامل موسم ولا اروع مع المصري، كابتن زي ما حضرتك قلت ان كابتن حسام حسن كان بادئ بدايه قويه جدا، وكان من المرشحين للمربع الذهبي، وحتى الان هو من المرشحين للمربع الذهبي، ولكن النتائج السلبيه في اخر ست مباريات ما بين تعادل وخساره ودون تحقيق اي انتصار، دي مأثره على حتى معنويات الفريق، يعني محتاج فوز يعيد الثقه للعيبه. الغيابات مؤثره جدا، اخر خمس مباريات هزيمتين وثلاث تعادلات، يعني دي مأثره بشكل كبير جدا من 15 نقطه، واغلبهم مباريات كمان في الاسكندريه، يعني اغلبهم كانت مباريات في اسكندريه. النهارده بقى ثلاث نقط من 18 نقطه، وهو كان النهارده يعني الغيابات كانت مؤثره بشكل كبير جدا على اداء الفريق، خاصه في الشق الهجومي. هو هيعاني في غياب سيسي، ولازم يبقى البديل على مستوى معقول، لانه سيسي لوحده بيمثل قوه كبيره جدا جدا. وطبعا غياب خالد قمر وكريم يحيى اكتر من عنصر مؤثرين، دول برضو غايبين، ما اعرفش ايه الاسباب اللي غياب خالد قمر، هل هي اسباب اداريه مش شايفه، يعني هو مش مصاب؟ لا عنده اصابه. لا لا ما عندوش اصابه، انا حتى انا تابعت الاستوديو التحليلي، هم ما عندوش اصابه، لا ده هم كانوا بيقولوا لازم يرجع، كان في الاستوديو التحليلي. والنهارده اعلنوا ان هي اصابه، هم اعلنوا النهارده ان الاتحاد السكندري اعلن، بقى له فتره طويله يعني. عودته برضه هتبقى مؤثره جدا، خالد قمر خبرات طويله جدا، هداف متميز، دي عودته هتبقى مؤثره ايجابيه مع نادي المصري. بس هو سيسي نفسه كمان يعني مؤثر في الاتحاد بشكل عام. ما فيش كلام. المصري بيلعب مبارياته في استاد برج العرب، ميزه ولا عيب؟ كل المباريات انا بعتبرها ميزه.
ميزه، بعتبرها ميزه بغض النظر عن بعد المسافه. وبعدين بعد كده راح استاد اسكندريه برضه في النهايه في الحته بتاعته يعني بغض النظر عن بعد المسافه حتى ولكن في النهايه برج العرب واسكندريه مش بعاد ظروف الطقس، ظروف المعيشه بتاعت بورسعيد يعني ما بعدش كتير. لا ميزه طبعا يا كابتن، ميزه طبعا. تلعب 4 مباراه على ملعب واحد في مدينه واحده في غياب الجمهور ميزه، عدم حضور الجمهور ميزة طبعا. انت بتلعب كل الفرق بتجيلك على ملعب واحد انت اللي بتتمرن عليه وبتلعب عليه فحفظته خلاص فميزة طبعا. في غياب الجمهور ايه ما بعدش في فرق بان انت تلعب في السويس، كمان بتاعت يعني تلعب في السويس، تلعب في بورسعيد، تلعب في ميزة طبعا. طيب عايز اخد سريعا، قطار الدراويش يتوقف واسوان يتراجع. قطار الدراويش يتوقف بعد ما شاء الله 5 انتصارات متتالية في غياب رجع الحمد لله الحمد لله كابتن ايهاب بلال خلاص لكن هيقود الماتش اللي جاي ولكن الدراويش في 5 مباريات اللي فاتت تقدمت بشكل، اسماعيل تقدم بشكل كويس قوي، في كرة بتتلعب في الملعب، في شكل جديد للفريق. حتى الجماهير الاسماعيلي كانت مستريحه لوجود ايهاب جلال واللي عمله مع الفرقه، في راحه نفسيه في مع اللعيبه يعني انا الاسماعيلي تحديدا راحه نفسيه للعيبه بتاخد منها كل اللي انت عايزه. واضح كده ان حتى المشاكل مع اللمسات الفنيه طبعا بالتاكيد لكن الاسماعيلي المواهب بتاعته لا تنضب. هو ده من زمان، ده الاسماعيلي برازيل مصر ما فيش مشكله ولكن كان محتاج مدرب يفهم طبيعة ونفسيات اللاعبين ويقدر يوظفهم ويوظف إمكانياتهم بشكل صحيح. إيهاب جلال نجح في ده. فأنا يعني بتوقع أن ده توقف القطار ولكن في الفترة اللي جاية هيستمر لأن هو يحتاج أن هو يبعد عن المنطقة الخطر اللي تحت دي. وهل طرد الصحراوي سبب طبعا ده كلام عماد النحاس ده حتى عماد النحاس كابتن عماد النحاس هو اللي قال كده امبارح قال ان الطرد افاد وطبعا لان الطرد كمان وقت مبكر في الدقيقه 40 من الشوط الاولاني بالظبط فطبعا ده استفاد منه المقاولين طبعا ولكن انا شايف ان الطفره اللي فيها الاسماعيلي بعد حاله التعثر الكبيره دي وهي ان الاداره ابتعدت عن فريق الكرة. بقى في لجنة في لجنة هي اللي بتدير بعيدا عن تدخلات من أعضاء مجلس الإدارة أو الآخر، ففي لجنة بتدير ومدية صلاحيات كاملة للجهاز الفني بقيادة الكابتن إيهاب جلال والكابتن إيهاب جلال مدرب كف وله أكثر من تجربة ناجحة في الدوري المصري فقدر يعدي بالفريق ويخرج به من عنق الزجاج، حقق 5 انتصارات ولو كان مكتمل الصفوف امبارح امام مقاولين كانت النتيجه هتبقى متغيره عنك. كان الوضع اختلف. يعني اسوان عندها ازمه ماليه وفوز في المباراه الاخيره، عندها ازمه ماليه طاحنه، اسوان عندها مشاكل كبيره من المحتمل ان هم يشوفوا حل، حتى ممكن يقول الجهاز الفني الفتره اللي جايه لو ما حققش نتائج كبيره، ولكن انا المعلومه اللي عندي ان رئيس النادي طلب انقاذ النادي من ازمته الماليه لانه محتاج 4.5 مليون مستحقات عشان الفريق يقدر يعود. لكن يعني المشكله اسوان مشكله ماليه. انا حاسس ان المشكله ان هم نقلوا الملعب. محافظ اسوان اجتمع بيهم النهارده عشان يستمع ليهم ويشوف الازمه هتقدر تتحل ازاي. كانوا ماشيين كويس جدا وهم في القاهره من ساعه ما راحوا اسوان والنتائج بدات تتراجع، يعني من ساعه ما بدا يلعبوا في ملعبهم. كابتن علاء امبارح هل انت استفدت من لعب في اسوان؟ لا يعني هو الراجل لسه ما يعني بقى لهم كذا ماتش بيلعبوا في اسوان النتائج مش على المستوى، مش يعني تعادل وخساره بس هم ما زالوا في يعني في موقف مش سيء قوي، يعني هم عندهم 21 نقطه بعيد عن الثلاثة الأخرين. الثلاثة الأخرين اليوم مباريات مؤجلة. الثلاثة الأخرينين اليوم مباريات مؤجلة. اليوم مباريات مباراة فعلا. لا وفي مباراتين. لا البنك الأهلي لعب زيه 22 لكن الوادي دجلة وأسوان. دجلة والإنتاج. لا بس دي كراسة موسيقية هتتغير في صراع الهبوط. مش هتبقى الثلاثة بس، ممكن يعني أنت بتتكلم في الخمسة مش في الثلاثة. الخمسة اللي هم مين بقى؟ الخمسة الأخرين يعني الإنتاج ووادي دجلة والبنك الأهلي وأسوان. وممكن معاهم فرقتين دول اللي هيصارعوا من اللي هيقدر ينقذ نفسه من الهبوط. اوكي يعني انت شايف الصراع هيبقى ما بين الاربعه دول؟ الصراع هيبقى ما بين الاربعه دول على الهبوط،
وبعد كده احنا لسه قدامنا 33 لسه نقطة. بدري لسه قدامنا 33 لسه نقطه لسه قدامنا لغايه شهر سبتمبر لسه بدري 11 مباراه قصدي يعني بالظبط بنقاط كتيره 33 نقطه يقلبوا الكون كله في الجدول ممتاز. اذا حوار اخر ولكن بعد الفاصل. يعني منذ قليل وعلى موقع اتحاد سكندري اعلن استيائه من إدارة التحكيميه للقاء اليوم وطالب بعدم اسناد اي مباريات للاتحاد السكندري للكابتن ابراهيم نور الدين. يعني ده خبر لسه جاي لنا حالا دلوقتي. حاج محمد مصالح حاج محمد مصالح الحاج محمد مصالح. الظاهره اللي بعديها وهي صراع المربع الذهبي. استاذ شريف لو بصيت في الجدول عند حضرتك هتلاقي فيه سبع فرق تتصارع من اجل المربع الذهبي. وصلنا كده في الجدول وقول لنا من وجهه نظرك كيف ترى هذا الصراع وبرضه من وجهه نظرك مين الفرق القادره على ان هي تروح في منطقه المربع. هو بس يعني هو سبع فرق بينافسوا على المركز الثالث والرابع. الثالث والرابع طبعا. الاول والثاني دي محجوزه. محسومين. يعني فاحنا يعني هنرتبهم كده. هو دلوقتي الجدول المصري بيراميدز المقاصه سموحه سيراميكا الاتحاد يعني ماشي لكن اللي هيرسى عليه الموضوع هيبقى بيراميدز الثالث انا هسالك دلوقتي استاذ جمال عن رايك برضه بيراميدز الثالث مصري وسموحه ممكن نفسه على الرابع. طب انت من وجهه نظرك بيراميدز يروح للثالث كقوه ولا كنقاط ولا كايه؟ كنقاط وكقوه يعني كقوه في يعني في النهايه ممكن يعني المصري هينافس وهينافس للرمق الاخير ولكن بيراميدز يعني المصري دلوقتي خلي بالك ان بيراميدز عنده 10 تعادلات وثلاث هزائم يعني ما هوش الفريق اللي ماشي قطر. ما هو مشكلته في الدوري يعني هو في افريقيا ماشي كويس قوي لكن في الدوري بيسقط. انا بتكلم عن الدوري ماتش فوز وماتش تعادل بالظبط ولكن يعني الخبرات برضو اللي موجوده في الملعب دي ممكن تحسم يعني ممكن تحسم زي ما حسمت السنتين اللي فاتوا. اوكي يعني شاب بيراميدز يروح ثالث والمصري يبقى رابع. ممكن يبقى رابع المصري ومعاه مثلا سموحه مع المقصه لكن يعني المصري بالمستوى ده ممكن يبقى رابع. بس ما بس سيراميكا وسيراميكا ممكن سيراميكا. طيب انا من رايي ان الصراع المركز الثالث هيكون المصري وبيراميدز، المركز الرابع ممكن سيراميكا لان هي ماشيه بشكل كويس قوي وما تنساش ان دي اول سنه ليه. يعني ما هو المصري وبيراميدز لو بينافسوا بعض ثالث ورابع ثالث ورابع كده اي حد هياخد في الاثنين هياخد المركز الثالث ايوه والثاني هيبقى الرابع تمام الرابع هيتصارع هو الثاني منهم وسيراميكا الثاني منهم وسيراميكا اوكي يعني لو مثلا المصري ثالث يبقى لو المصري ثالث يبقى بيراميدز وسيراميكا ولو غزل المحله مشي بالشكل دوت ان هو الحصان الاسود للبطوله يعني انا لو انا بقيم بقى غزل المحله الحصان الاسود في البطوله دي لازم 31 بونت قريب برضه 31 نقطه يعني 31 بونت قريب برضه من يعني قريب جدا ماتشين فرق هو بينه وبين المركز الرابع ثلاث نقط ثلاث نقط يعني بيراميدز ثلاث نقط لو مشي بالمستوى ده بس لعب ماتشين اقل ماتشين اقل يعني فلو مشي كده غزل المحله بالاسلوب دوت وهو بيكسب على ارضه وحقق نتائج جيده مع القطبين وفوز على الاهلي والزمالك لا غزل المحله هو الحصان الاسود في البطوله باقل امكانيات ما شاء الله ده اقل فرقه اقل امكانيات اقل امكانيات صحيح وبجهاز يعني محلي من جوه المدينه كابتن خالد عيد ربنا يوفقه لو استقلاليه يعني. كمان أوي. أوي. في استقلاليه كمان جد السنه دي في استقلاليه السنه دي في استقلاليه عشان كده كل السنين اللي فاضل عشان كده انت شايف فرقه دي بتلعب تعليمات الوزير ما عندهاش دي تعليمات الوزير بالتاكيد يعني ما عندهاش قلق ما عندهاش خوف من بكره في استقرار اداري منفصل خالص عن الشركه واستقرار مادي صح واستقرار مادي وده مهم جدا استقرار مادي لا وكره المحله بقت حلوه جميل لا الفرقه فيها عناصر ممتازه لما تلعب وانت مستريح يا كابتن هتأدي هيبقى الشكل حتى في يعني هم بيلعبوا للاستمتاع فالنتائج عندهم عناصر حلوه لا عندهم اكثر من عنصر كويس عندهم مدرب حلو طبعا طبعا يعني ابن البلد وابن النادي كان نجم كبير برضه راس حربه رائع طبعا كابتن خالد عيد اكيد يعني طيب يعني انتوا دلوقتي الكلام على انه المركز الثالث والرابع غالبا هيبقى بين بيراميدز والمصري والمصري
سيراميكا تناوش ربما سموحه شويه سموحه مقصة. سموحه كمان فريق جيد جدا طبعا ولو ان طبعا رحيل حسام حسن مؤثر بس مع لان هو بيلعب بجماعي كره جماعيه كابتن احمد سامي يعني بصراحه مادي بشكل جيد جدا هو بس مشكلته انه بيتعادل كتير برضه 14 ما يعني تعادلاته كتيره جدا بيضيع منه نقط جد. كتيره لكن هو بشكل عام لا كابتن احمد سامي عامل فرقه كويسه جدا برضه يعني مشي منه عناصر مهمه كتير السنه دي قوي بس يعني خلي بالك هو اقل فرقه خساره طبعا زيه زي الاهلي والزمالك ماتشين بس المشكله في الفرقه دي يا كابتن ان هم ما عندهمش روح البطوله روح المنافسه على البطوله يعني في النهايه برضو احنا عندنا اهلي وزمالك فقط وده المشكله بتاعت الدوري المصري طول عمرها لا دي المشكله بتاعت الدوري المصري امتى هنلاقي فرقه حتى الجماهيريه بتفرق كل الاعلام بيفرق لا في حاجات تانية الكرة الدوري او بطولة الدوري مش كرة بس هو ده وانا الكلام ده قلته برضو المرة مش دوري بقى مش كرة بس انا ده جماهيرية انا بسألها يا شريف ولاعبين واعلام بيساند ليه الفرق دي مع ان هي في فرق منها جماهيرية ليه الفرق دي بس بنفس مش بنفس جماهيرية الاهلي والزمالك وتنافس على الـ على الـ ولا على بنفس ضغط الاهلي والزمالك اعلاميا لا 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 في فرق كبير ولازم نحط النقطه دي تبقى مهمه جدا يعني هو تاريخيا الواقع التاريخي بدليل بدليل الاكثر الانديه صرفا ويعني بيراميدز طبعا عايزين نغير خريطة الكروية في مصر يا شريف فعلا المساله مش مساله اهلي وزمالك كل سنه يعني انت حاسم الموضوع يعني حتى احنا بنتفرج على الدوري في النهايه عارفين ان واحد فيهم هيفوز بالدوري او لما الناس تصدق بقى لما الناس تصدق ان انا ممكن انافس واحد فيهم او واحد بس لانه قدلنا خمس سنين هو طيب نروح بقى لاستقاله لجنه الزمالك وانت راجل طبعا في المطبخ فقول لنا ثم نطعم برايي طبعا استاذ شريف طيب اولا لجنه نادي الزمالك لم تتقدم باستقالتها حتى الان وده معلومه مؤكده ولكن وزاره الشباب والرياضه تنتظر الصيغه التنفيذيه لبطلان لائحه نادي الزمالك من لجنه التسويه والتحكيم حتى تتخذ القرار بتطبيق اللائحه الاسترشاديه اللي بتقول ان هناك لجنه مكونه من ثلاثه مدير تنفيذي مدير مالي مدير نشاط رياضي احنا لو قلنا عشان برضو الكلام هنتحاسب عليه هل في لجنه جديده ولا لا في لجنه جديده طالما بطلان لائحة نادي الزمالك اذا بطلان هذه اللجنة الموجودة اللي هي ثلاث مستشارين اللي هي على اساس اللائحة فما بني على باطل فهو باطل فاذا الجهة الادارية هتعود وزير الشباب والرياضة مضطر ان هو يغير اللجنة دي بلجنة متوافقة مع اللائحة الاسترشادية امتى هيحصل ده ممكن خلال الساعات القادمة كويس او يوم بالكتير طيب يعني إذا حتى اللحظة لم تتقدم باستقالتها لكن خلاص كل المؤشرات استقالتها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حريص على الاستقرار على استقرار اللجنة ولكن أيضا حريص على سير الإجراءات القانونية بشكل لم يتم الطعن عليه طيب تأكيد. نروح لتأجيل الانتخابات كلام كتير في المنطقة دي علق بس على الموضوع ده اتفضل يعني بص حضرتك يعني أنا بعيدا بقى عن اللوائح والقوانين ولكن مع احترامي وتقديري لشخوص اللجنة الثلاثية اللي بتدير دي ولكن اسلوب ادارتهم يعجل برحلهم يعني احنا بقالنا ست شهور يعني دايما الناس تقول افعال لاقوال ده اللجنة دي او من ينوب عنه في التصريحات اقوال لا افعال بنشوف اقوال فقط لكن تيجي على ارض الواقع مفيش افعال ازمة مالية طاحنة تأخرات ومستحقات مالية في كل قطاعات النادي يعني سيبك بقى من الواجهة كرة القدم معروفة للناس كلها لكن في وقفات احتجاجية جوه النادي لمدربين في قطاعات السباحة والجمباز وفريق اليد اللي ما بياخدش مستحقاته فرقة السلة اللي بتلعب في افريقيا ما بتاخدش مستحقاتها فرقة الطايرة نفس الشيء اللي كانت في بطولة افريقيا ولسه واخدة تاني افريقيا ففي ازمه ماليه طاحنه وبنسمع كلام كتير جدا ده النادي مديون بمليار و600 واحنا عايزين مليار و300 كل سنه نصرف بيها على النادي واحنا عملنا حقيبه ماليه وعملنا يعني بتسمع كلام كتير قوي طب فين ده من الواقع ما بتسدوش الفلوس ليه يعني سمعنا ان في نص شهر اتصرف للعيبه لعيب فرقه الكوره
عشان اللعيبه تسكت، لان بقى لها 4 أو 5 أشهر ما بيقبضوش، ففي ازمه ماليه طحن. فتسمع اقوال لا افعال. تمام. وفي قضايا تانية فرعيه اللي هي بقت بالايه بالتقليد يعني قضايا تانية هنتكلم فيها لما يجي وقتها في القضيه الاخيره اللي حضرتك طرحها. بالظبط. انت فاهمني حضرتك، لكن التصرفات ومع احترامي وتقديري ليهم كاشخاص وكوادر قضائيه محترمه واساتذتنا وكل حاجه، ولكن طريقه اداره نادي الزمالك بهذا الاسلوب عجلت برحيل هذه اللجنه عن كثره التصريحات والكلام كتير قوي، تضارب التصريحات كتير قوي، تضارب كتير قوي يا كابتن، كتير وتضاربه، يعني يطلع التصريح وعكسه. يعني انا يعني اخر حاجه امبارح احد المسؤولين في اللجنه التنفيذيه طلع قال احنا استقلنا، بعديها على طول المستشار هشام ابراهيم طلع قال احنا ما استقلناش. طب تصدق مين؟ مش تنسيق والله. الزمالك لا يستحق ده. لا طبعا، لا ان شاء الله هيبقى كل شيء كويس باذن الله ان شاء الله. نتمنى كده، واللجنه القادمه باذن الله يبقى مجموعه كمان متماسكه ان شاء الله. بالنسبه ونبعد عن الناس الشوي شويه. بالنسبه لموضوع الانتخابات، انتخابات طبعا كل اللي خارج من اللجنه الاولمبيه سواء تصريحات مهندس شريف عريان، مهندس اسف ادريس، مفيش تأجيل انتخابات. انتخابات في موعدها 30/6 هيبتدي تنتهي الدورة المالية، يبتدي الدعوة لعقد الجمعيات العمومية 1/7/30/11، والانتخابات في موعدها. هو طبعا الجدل ده كان لان كان في قرار لمجلس الوزراء بتاجيل او بعدم عقد اي جمعيات عموميه لهيئات رياضيه او انديه او الى اخره في الفتره، حتى على مستوى النقابات والكلام ده شفنا حتى انتخابات نقابه الصحفيين كانت اتاجلت مره بسبب، وبعدين اتعملت في مكان مكشوف في نادي المعلمين عشان التجمعات. لا ده القرار ده نهايته 30/6، بعد كده هيبقى متاح مع الاجراءات الاحترازيه. لانه في حد طلع من اللجنه الاولمبيه قال قال ان تاجيل الانتخابات امر وارد، امر وارد. وانديه واتحادات، انديه، ما هي الانديه مرتبطه بالاتحادات، مرتبطه باللجنه الاولمبيه، هذا حرام اصلا. لكن انا ماليش غير القانون. القانون قانون الرياضه لا يسمح بالتاجيل دلوقتي. انت ما عندكش ما يمنع، طالما متخذ ومطبق الاجراءات الاحترازيه في الجامعات العموميه هتقام الانتخابات. وده المؤكد اللي انا سامعه من مصدر مسؤول ومهم جدا كناقد رياضي مش كمسؤول في الوزاره. انا سمعت التصريح ده بان الانتخابات ستقام ولكن مع تطبيق الاجراءات الاحترازيه طبعا بشكل قوي فعال وقوي. تمام. ولكن ما فيش حاجة اسمها تأجيل انتخابات الأندية ولا الاتحادات، لأنه كمان كان هيدخلنا في مشكلة تانية. الأندية بقى والاتحادات بتدار بلجان، هيبقى موقفها هل هنجيب بقى لجان، يعني هل اللجنة إذا كنا احنا بنعاني ولا هل المجالس دي هتفضل يتمدلها ولا يتمدلها. ده بنعاني من اللجان في سواء في نادي أو في اتحادات، ما هو في اتحادات كمان فيها لجان وفي أندية تانية فيها لجان كمان غير الزمالك. ده ما بيحصلش في العالم كله على فكرة، يعني إن احنا نأجل. هو طبعا كان عندي موضوع شركات الاهلي والزمالك بس ما عندناش وقت ليهم، هناخدهم في وقت تاني ان شاء الله، لانه عندنا مسابقه مهمه جدا وهنشوف المعلومات العظيمه وحكايات جامده جدا. بلاش احرجه يا كابتن، في اختيارات ولا لا؟ بعد الفاصل.